لقاء هام ومرتقب لكل جماهير النادي الاهلي عقب انتهاء جلسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع الجهاز الفني واللاعبين مستر مارتن لاسيرتي المدير الفني للفريق للنادي الاهلي. في البدايه مستر مارتن طبعا حابين ان احنا نوجه رساله من خلاله لجمهور النادي الاهلي، انا عارف ان هو وجه رساله اعتذار للجمهور في المؤتمر، يحب يقول للجمهور قبل هذه mandar un mensaje al público y los aficionados del Ali. ¿Qué quieres decir al público del Ali? Bueno, antes que nada, lo mismo que dije en la conferencia de prensa. Habla y she, نفس اللي قلته في المؤتمر الصحفي. Fue un golpe muy duro. كانت ضربة قوية. Imagino que la afición se siente igual o peor. وأنا حاسس عارف إن الجمهور حاسس بده. Somos todos responsables. كلنا مسؤولين عن ده. El primero soy yo. أول مسؤول عن ده هو أنا. Y vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar todo lo posible. واحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه ونشتغل على كل حاجة. Por lo menos para intentar dar vuelta a esta situación. عشان خاطر نغير الوجه ده لحاجة أحسن. No puedo prometer que sea real. ما اقدرش اوعد ان حاجه تكون حقيقيه و... Pero sí puedo prometer que vamos a hacer el esfuerzo para conseguirlo. لكن اوعدكم ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر نوصل اللي احنا عاوزينه. Y espero que la gente nos perdone. واتمنى ان هم يعذرونا في اللي حصل. Y nos acompañe. ويدعمونا طبعا. كواليس مهمة في جلسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، جلسة الدعم إزاي وإيه اللي تم في الكواليس في هذه اللحظة؟ algunas cosas que han pasado y el apoyo del presidente del club. ¿Qué opinas lo que ha pasado con los jugadores y el apoyo moral? Bueno, del partido. No, bien. Después, la verdad que bueno, el presidente una vez más se ha comportado como un caballero. دائما التعامل كفارس في هذا الموقف. Y como un verdadero líder. وكقائد للنادي. Nos vino a dar el apoyo aquí a todos. قدم لنا الدعم اللازم. También a comentarnos su dolor, su tristeza. وطبعا عبر لنا عن حزنه وزعله للي حصل. Pero su confianza. ولكن ثقته طبعا في الفريق وفي الفريق الفني. Quiero destacar algo. وعايز ابرز شيء مهم. Yo soy nuevo, no llevo mucho tiempo aquí. انا بقالي فتره قليله هنا. Y hoy salir a entrenar. والنهارده خرجنا ندرب النهارده في الملعب. Allí había 10 o 15 muchachos. وكان في حوالي 10 اشخاص من المشجعين كانوا بيغنوا اغاني الاهلي وتشجيعا للفريق. Me parece que no hay mejor inyección que esa, mejor vitamina que esa. يتهيألي ده احسن حل واحسن دواء للفريق دلوقتي. Ustedes que estaban hoy aquí pudieron ver fue un entrenamiento buenísimo. انتوا النهارده كنتوا شاهدين ان التدريب كان رائع. Toda la gente está ilusionada, toda la gente está con confianza. النهارده الفريق كله في ثقه. Pero primero es lo primero. لكن الأولى بالأولى. Primero es el Macas. أول حاجة هو ماتش المقاصة. Después el otro partido. وبعد كده الماتش الثاني مع سان داونز. سؤال كمان للكابتن محمود الخطيب بيتكلم على الدعم بالتحديد يا كابتن وائل. دعم الكابتن محمود الخطيب لمستر مارتن من أول تواجده والأول يوم هنا في النادي. Desde el primer día de que has llegado al club. No tengo ningún reparo. Nunca tuve nada que decir. ما كانش عندي حاجة أعلق عليها بالنسبة للموضوع ده. Todo lo que se le hemos pedido nos lo ha dado. كل اللي طلبناه هو قدمه. Estamos hablando incluso de cosas muy grandes incluso. احنا بنتكلم على حاجات كبيره كمان. Por ejemplo la reforma de todo un vestuario, un gimnasio nuevo. حتى التطويرات والمباني الجديده للاعيبه. Eso va a venir, eso es un beneficio para el club, para los jugadores. وده فايده كبيره للاعيبه والفريق. Una concentración. اي معسكر. Dos días de concentración. يومين للمعسكر او ثلاثه. Llevar 22 jugadores a un viaje. خدنا 22 لاعب في الرحله. O incluso معنا. Un avión privado. وحتى رحله خاصه. O sea, no podemos, al contrario. لا بالعكس. Uno siente que está en deuda con él, ¿no? يعني بنعتقد ان احنا مديونين ليه. مارتن اتكلم على الجمهور لكن عايز اكلمه ازاي هينقل حماس الجمهور الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي قبل الفتره اللي جايه وتحديدا المباراه القادمه. Públicos a todos los jugadores, ¿cómo podrás transmitir eso? El aliento del público es único. دعم الجماهير ده حاجه فريده, حاجه وحيده. No lo puedo transmitir yo. ما اقدرش انقله انا بنفسي. Por eso destaco esos 10 chicos o 15 chicos. لكن انا عبرت عن وجود 10 من الجماهير فقط هنا. Uno tiene experiencia, tiene muchos años ya. كان دعم وهو عنده خبره في ده. Y yo miraba a los jugadores darse vuelta. وشاف اللاعبين بيبصوا لهم. Y esbozar una pequeña sonrisa. وبداوا يبتسموا لجماهيرهم. Es muy importante. مهم جدا الدعم. Yo sé que la gente está dolida. هو عارف ان الناس زعلانه. Muy وده طبيعي. Muy dolida. وعارف ان هم زعلانين جدا. Pero por eso también, porque sé que aman este club. لكن هو عارف ان هم بيحبوا النادي ده. Les pido que nos acompañen. وبيطلب دعمهم. Sobre todo por los jugadores.
خاصة للاعبين. ojalá nos espere una alegría al final de este camino. ان شاء الله يبقى في فرح قادم ان شاء الله اكيد. الرساله اللي حابب تقولها مستر مارتن لكل الجمهور، الرساله اللي انت حابب توجهها من خلال النادي الاهلي واداره الاعلام او مركز الاعلام للنادي الاهلي وقناه الاهلي. los medios de comunicación y también el canal del Ahli. me voy a cometer un atrevimiento quizás. هقول حاجه ممكن تكون يعني شجاعه شويه. Yo confío. انا بثق. Yo confío. انا بثق. Le pido a la gente que confíe también. انا اثق واتمنى ان هم يثقوا فينا. Vamos a dar todo. هنعمل كل اللي نقدر عليه. No puedo prometer ganar, repito. ما اقدرش اوعد بحاجه الا ان انا افوز. Pero hasta la última gota que nos quede la vamos لكن, a dar. لكن اخر قطره من العرق هنديها. Eso seguro. وده اكيد. Thank you everyone. شكرا. You. شكرا.